اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، وعكسنا اللي كلها على قد الايد حتى في رمضان. النهارده هنعمل مع بعض يعني وصفات كده بسيطه ان شاء الله وسهله. تاني يوم رمضان وعايزين برضه نخش فيه جامد، ومحوشين بقى اكل وكده، فهنعمل منها حاجات ان شاء الله تعجبكم وبسيطه. طبعا انا عامله النهارده ملوخيه مع كفته، فممكن ان انت تعمليها مع حاجه تانية. ما احنا مش متعودين قوي ملوخيه مع كفته دي، بس انا قلت لا اعمل ملوخيه ممكن تاكل مع اي حاجه تانية، او الكفته برضه ممكن تاكل لوحدها مع عيش زي ما انتم عايزين. بس يعني هي التركيه برضه حلوه، يعني اما اعمل ملوخيه اعمل كفته عيش بلدي حتى، بس اعمل رز زي ما انتوا عايزين. ماشي، فالنهارده هيبقى اكلنا النهارده ملوخيه وكفته، وهنعمل قطايف، وهنعمل ان شاء الله اتفرجوا معانا هتلاقوا حاجات ان شاء الله تعجبكم. تاخدوها كلها، تاخدوا منها زي ما انتوا عايزين. طيب اول حاجه ابدا بيها سؤال العمره، علشان اللي يحب ايه ان شاء الله يتصل بينا ويلتم ان شاء الله ينولها كل مشتاق وكل ليه نصيب ان شاء الله على خير. ومعانا النهارده فائزه، بس اسالكم الاول السؤال. سؤال النهارده بتاع العمره، كم مره ذكرت السيده مريم في القران الكريم؟ كم مره ذكرت السيده مريم في القران الكريم؟ 10 مرات، 24 مره، 34 مره. كم مره ذكرت السيده مريم في القران الكريم؟ 10 مرات، 24 مره، 34 مره. هنتصل على 137، أو نبعت رسائل على 137، أو نتصل على تليفون أرضي 09937. ماشي، ده كده سؤال العمرة النهاردة، وهتلاقيه بيتكرر كتير معاكم إن شاء الله. طيب النهاردة هنعمل بعض الملوخية. هي الفائزة معانا دلوقتي اللي فازت امبارح ولا لسه؟ طيب هنقول الأول الفائزة معانا الأستاذة سعاد فوزي عبد العزيز البحيرة. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي يا مدام نجلاء. كل سنه وانت طيبه، والف الف مبروك اول فايزه معانا من البحيره بلد مامتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، الف الف شكر، وكل سنه وانتم طيبين كلكم، وربنا يفرح قلوب الجميع يا رب. يا ربنا يخليكي، وطبعا دي يعني احلى هديه في اول رمضان الحمد لله، وان شاء الله تنوليها وتروحي وترجعي مبسوطه كده وعمره مقبوله يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي يا حبيبتي. على فكره انا بتابع حضرتك دايما وبعمل معظم اكلاتك، يعني ما شاء الله عليكي ما شاء الله. شفتي بقى عشان كده يعني الحمد لله بعملها وبتطلع جميله والله. الحمد لله، هو اللي بيتابعني بيفوز على طول. الحمد لله. الحمد لله. الف الف مبروك. الله يبارك فيكي. الله يخليكي. كل سنه وانتم طيبين. خشي المسابقه يمكن تاخدي واحده كمان تديها لحد من قرايبك. ان شاء الله. والله اللي يتصل هو ايوه ورزقه اللي يعني ايه. ان شاء الله على خير، هي ربنا يرزقها ان شاء الله ويرزق الجميع. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض ايه اللي احنا النهارده عاملين ملوخيه خضراء، ملوخيه موجوده في السوق كتير، فهبدا ان انا اعمل ايه، هبدا ان انا اعمل ملوخيه. بس انا كنت اشتريت ملوخيه دي من عند خضري، عملت عنده تقرير كده. بس الملوخيه زي ما انتم شايفين طبعا احنا خضراء كده وبنقطفها. انا عايزه اعمل حاجه بس كده، انا قبل ما طلعكم التقرير ان انا هحطها، انا مقطفاها طبعا ومغسوله وناشفه، هبدا ان انا احطها في يا اما طبعا المخرطه بتاعتنا يا اما المطحنه، اي حاجه اللي هي في البروسيسور دي او محضر الطعام بقى اطحنه فيها بطريقه سهله وعاديه خالص. النهارده عاملاها مش عامله فيها اي افتكاسه، هي ملوخيه سمنه كزبره ناشفه توم وتكات صغننه كده هنعملها مع بعض. بس نروح للتقرير اوريها لكم الاول. احط دي اطحنها على مجبولي اهي، بصوا كده احط بس ده هنا كده اهي. ده طبعا انا بوريكم اسهل حاجه للطحن، ها اسهل حاجه لفرم الملوخيه اللي هي المطحنه دي، سهله جدا جدا. طبعا لو عندك المطحنه اليدي ودي ليها طعم برضو، ليها طعم تاني، بس احنا بقى يعني عصر السرعه وعايزين كل حاجه في ثانيه كده نكون طحنينها. اما تكونوا جاهزين قولوا لي، اضغط عليها كده ماشي، وابدا ان انا اطحن فيها. وممكن لو عايزه سنه ميه اديها سنه ميه بس خلاص. طيب انا هكمل طحنها كده زي ما انتم شايفين بتطحن اهي، هوريها لكم بس اطلع التقرير اتفرجوا كده جبنه الملوخيه ازاي، واشوفكم بعد التقرير.
الملوخية. الملوخية طبعا من الأكلات اللي هي سهلة الصيفية. الصيف صيف على طول أو الشتاء كمان. الشتاء دلوقتي صور برضه شغالة صور موجودة برضه. بس هي حلاوتها دلوقتي والبلدي. دلوقتي بلدي. دي صور. طب انا ازاي حته ملوخيه حلوه؟ تكون مرقعه كده وحلوه كده والورقه بتاعتها كده سليمه ما فيهاش خروم. طبعا. عزمه كده حلوه كده. يعني لازم ان انا امال في ليه ساعات تقولي لي عادي خروم دي ما بتعملش حاجه؟ ما هي ما بتعملش ما فيهاش مشكله ماشي، بس انت بتقولي الجوده الاعلى الاحسن. الاحسن. الخروم دي ما فيهاش حاجه، ما هي واحده ممكن تبقى خروم. عادي ما فيهاش حاجه، بس هي لازم يكون كده يعني. يعني الجوده العاليه تبقى كده، كل ما تبقى عاليه كل ما تبقى كده. كنت والخروم دي بيضحك عليا عشان اشتري منها. لا هي لازم تبقى مورده كده حلوه ما فيهاش خروم، ورقتها بالشكل الحلو ده. هي دي كده الملوخيه بتاعتنا الجميله جدا ومرعرعه كده. وبصوا بصوا من تحت كمان جميله ازاي، يعني كمان غسلها ما شاء الله. يعني جدورها لونها بامبا كده، وهنا مفيش الحزنه مش مقروسه عليها ومخليها دبلانه لا مزلقه فعلا. انما هي كده تنقي الملوخيه مرعرعه كده حلوه والورقه سليمه تمام كده. ورجعنا من الفاصل. عايزه اوريك الملوخيه اهي، بس انا بطحنها او بفرمها اهي. بصوا كده شغال لسه ما حطيتش عليها. انا بقول لك لو لاحظت ان انت ممكن تعوز منك نقطه ميه او معلقه ميه اديها مفيش مشكله. بفرمها دي بقى دي متهيألي احسن حاجه بالنسبه لطحن الملوخيه او فرم الملوخيه هي المكنه دي. احسن يعني دي بتعملها في الخلاط. في ناس بتعمل الملوخيه في الخلاط، بس يعني برضو ممكن الخلاط يخونهم فتروح مديها لها زي العصير، بتبقى وحشه جدا وتعمل رغاوي. انما دي ارحم. ماشي، انا ما حطيتش ميه فيها خالص على فكره، وهي شغاله لوحدها يعني كده طحنت نفسها. اصل لو قعدت اطحنها لكم بقى بالمطحنه، انا عندي المطحنه اللي هي اليدوي بس اللي هي المخرطه، بس ايه بلاش احسن يعني كده احسن يعني عشان الوقت. انما لو معايا وقت انا هعملها طبعا. تمام كده. بس كده حلوه، مش ايه ما خرجتهاش جامد قوي. طبعا لو عايزاها ناعمه قوي بتروحي عامله ايه عاملاها تاني. بس كده نشوفها بس الاخبار من تحت. لا عايزه لها خرطه كمان. هي في بقى طرق كتير قوي احنا عرفناها من بلاد مختلفه. حتى في ناس بيعملوا ايه، بيروحوا واخدين ورق الملوخيه وهي ورق زي ما هي كده، ويغلوها مع شوربه وبعدين يضربوها ضربتين في الخلاط. وبالنسبه لتخزين الملوخيه بقى هقول لكم احنا هنخزنها ازاي برضه. ثواني 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 عشان تخرج حلو. بس يعني انا بحبها خشنه بس مش لدرجه نلاقي فيها عيدان يعني. انا بحب الملوخيه خشنه مش ناعمه. بصوا بقى بنعمل ايه، نجيب الملوخيه نجيب حله كده ونجيب الملوخيه نحطها في الحله. طب بقول لك عايز اسخن شويه كمان، بس يلا مش مشكله. اخد بقى الشوربه ازودها على الملوخيه شويه شويه لما اوصل على القوام اللي انا عايزاه. احط الملوخيه الشوربه قوام متوسط احسن حاجه يعني. طبعا زي ما انتوا عايزين، في ناس بتحب الملوخيه تخينه قوي، في ناس بتحبها زي الشوربه،
وده القوام المعقول. تمام، اسخنها بقى على النار واسخن الطاسة عشان اعمل الطشه. ماشي، هما اتنين مع بعض دي احسن حاجه، يقولوا اتنين مع بعض بطاسه يعني في حاجه واحده، الملوخيه على عين والطشه على عين التانيه، علشان على طول اقلبهم على بعض. ده كان زمان زمان لازم كانوا يعملوا كده، احنا ساعات بتفلت مننا الحركات دي شويه، بس ايه بنحاول نعمل كده برضه. تمام، هاخد هنا بقى معلقه سمنه. حاضر، اهو 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 ده. وبعدين التوم، التوم يا جماعه، باخد توم مفروم اللي انا فرماه ده، باخد منه حته نيه كده بحطها على الملوخيه، بتديني طعم تاني خالص. وممكن تحطي معاها مكعب مرق، ماشي، حتى على المرقه برضو المكعب برضو بيديها طعم لذيذ كده جديد. زمان زي ما قلت لكم قبل كده كانوا زمان يخبوا على بعض اول ما طلع المكعبات دي، وتبقى واحده ملوخيتها مسكره فظيعه، تقول لها من ايه؟ تقول لها عادي انا عاملاها كده عادي، وهي تبقى حاطه مكعب مرق ومش قايله يعني. نعرف ان هو بعد كده بقى ان مكعب مرق هو اللي بيديها طعم مميز. فممكن عندك شوربه حط لها برضو حتى لو نص مكعب كده، هيديكي طعم حلو. تمام؟ طيب انا بس انا ممكن اكمل على فكره الطشه بعد الفاصل، لان كده انا افورت قوي، فهسخن بس الحاجات دي واشكه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، طبعا رجعت الحاجه كانت سخنت فرجعتها شلتها شويه على ما تيجي من الفاصل ورجعتها تاني. انا حاطه الملوخيه بتسخن اهي، وحطيت فيها معلقه توم صغيره نيه علشان ايه تبدا تدي ريحه حلوه جوه الملوخيه. هنا بقى احط التوم، تومه كده، اسخنها وانزل عليها بالكزبره الناشفه. انا ملوخيه ما تغليش يا جماعه، يا جماعه يا دوبك ايه، طبعا الصغننين انا عارفه الكبار عارفين كل حاجه، بس ساعات الصغيرين كده مع ان الملوخيه سهله جدا، انما يقول لك لا انا مش بعرف اعمل ملوخيه بتسقط مني او بتبوظ، بقلق منها يعني شويه، مع ان هي سهله جدا. فهي ما فيش حاجه خالص اهي، يا دوبك هتبدا تفور. رجعتها تاني على النار اهو، وانزل عليها الملوخيه الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مين شهق يا اولاد، مين شهق يا اولاد، يلا مين؟ ونبدا ان احنا ايه؟ نقلبها يا دوبك تقلب قلب. آه اللهم اني صايمين، اللهم انا صايمين. ايه؟ تقلب بس قلبه صغيره وخلاص، ماشي؟ عشان الحق ايه معانا النهارده كنور، عايزين نعمل بيها خلطه حلوه جدا جدا. يعني عجبتني قوي، هنعمل بيها يعني كفته، بس سر من اسرار بقى الكفته هتشوفوه هنا برضو في الخلطه دي، ماشي؟ بس انا بس عايزه ايه اطمن دي بس ان غلت غلوه. بس خلاص خلاص اهو اهو اهو، يلا يلا بينا كنور، معانا خلطه كفته كنور. دي بقى الكيس ده في سر الخلطه زي ما بيقولوا، الكيس ده بقى فيه سر ازاي الراجل بتاع الكفته ما بيقعش منه الكفته من على السيخ، ازاي بيطلع الكفته متماسكه كده وحلوه، فهنحطه من الكيس ده، كيس الخلطه اهو، خلطه الكفته. الكيس ده على نص كيلو لحمه، الكيس ده على نص كيلو لحمه، ما تحطش اي حاجه تانية، هو خلاص فيه كل حاجه يعني سهل جدا. واحط معاه بس شويه ميه، احط معاه شويه ميه اهي، تمام كده. فانا ايه اللي هستعمله بقى معاكم دلوقتي عشان نعرف مع بعض؟ كيس خلطه الكفته مع نص كيلو من اللحمه، لو طبعا هتعملي كيلو تعملي كيسين، شويه طماطم مبشوره، بصل مبشور، شويه بقدونس، وشويه ميه زي ما قلت لك. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طيب انا ممكن اعجنهم بايديا، بس طب في جوانتي بس ايه هعجن. طب مش تجيبوه اخضر يليق على على عبايتي؟ ايه ده الجوانتي ده مش بتاعي، استنى ده دكتور جراح. ومش بتاعي اصلا، ده المقاس ده مش بتاعي، احنا اصغر
يا ابني صوابعي عبوز من ده اكيد بتاع اميره سالفين من الجيران. بص بقى عندنا هنا نص كيلو من اللحمه هحط عليه. ممكن اخده طبق اوسع؟ مفيش بولك اوسع شويه عشان اعرف اعجن، اصل مش هحط له حاجه تانية عشان كده ايه مش مشكله عندي حاجه. هحط عليه بس كيس الخلطه ده، كيس خلطة الكفتة كنور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي عليه كل حاجة كل حاجة. ممكن بس احط لها شوية بقدونس تديني خضار جوه الكفتة كده، ماشي، وشوية مية قد نص كوباية او اقل شوية. مفيش حاجة نعير بيها. ممكن ايه طلعوا لي كوباياتي بقى كتير كمان يعني. بصوا ربع كوبايه وشويه يعني، ماشي يعني مش نص الكوبايه كلها. واعجنها بقى كده مع بعض. لو عندك الفوت بروسيسور بس راح وديته يتغسل فلسه ما جاش فمش مشكله، نعمله بايدينا. ممكن نطحنه في الفوت بروسيسور برضو او المطحنه بتاعتك تديكي بقى ايه طحنه اقوى يعني، او نعجنها كده. وبعدين هنجيب بقى صينيه، بس حاولي تسيبيها شويه يعني قبل ما تصبعي، بعد ما عجناها كده سيبيها قد نص ساعه وبعدين صبعيها، حطيها في التلاجه كده نص، اغطيها وحطيها في التلاجه نص ساعه وبعدين صبعي بعد كده. تمام، دي كفته النهارده بقى ان شاء الله جربيها وهتعجبكم. ما كانش عندك لسه ما جبتيش كيس كنور ده، هاتيه وبكره اعمليها ان شاء الله تعجبك قوي. عجن كده ماشي، اسيبها بقى كده قد ايه؟ سيبيها ربع ساعه نص ساعه، حاجه قليله. هجيب بقى صينيه كده، وبعدين هحط هنا بصل وطماطم، بصل وطماطم، احطهم في ارضيه الصينيه وعليهم شويه ملح وفلفل، ملح شوية فلفل. وبعدين يا اما اعمل الكفته دي صوابع ماشي، يا اما اعملها الايه، يا اما اعملها اقراص زي ما انت عايزه، ممكن نعملها قرص كده ونحطها، يا اما نعملها كفته كده. بس دايما لما احنا بنعمل الكفته نضغط عليها زي ما قلت لكم قبل كده تطلع الهواء اللي جوه اللحمه عشان ما تعمليش فراغات وشقوات، واحطها على الصلصه دي كده اللي انا عملت التسبيكه اللي انا عملتها دي. الصوص هيعمل شويه صوص كده حلوين للكفته كده، وندخلها الفرن بس كده مفيش حاجه ثانيه. شفتوا سهله ازاي؟ يعني هتجيب الكيس هنزله على اللحمه دي بس، انا حاطط شويه حبه بقدونس ما عندكيش مش مهم، وصبعي بقى وشوي، صبعي وحمري اللي انت عايزاه، صبعي واعملي زي ما عامله اللي انا عاملاها دي. دي ممكن نحط جنبها طبق رز ابيض كشن الملوخيه كمان تبقى حلوه قوي. نضغط عشان نطلع الهواء. كده بس عايز تاكليها بعيش وطحينه كمان وخلاص على كده ماشي اللي يريحك. كمان بتنفع بقى لو عندك بواقي اكل، عندك باقي صينيه مكرونه مثلا، باقي طبيخ ورز، باقي حاجه اي حاجه وعملتي جنبيها حبه كفته حتى لو ربع كيلو هتبقى هتمشي معاك اليوم حلو قوي. احنا لسه يمكن ما بدأناش في الموضوع ده بس هيجي في رمضان بقى كتير بيبقى اكل معانا
ومش عارفين نمشيه ازاي. فعشان تمشيه لازم تعملي حاجه زي كده، يعني تعملي كفته جنب اي بواقي اكل عندك، هتمشي على طول الاكل كله هيتاكل بسبب الكفته اللي عملتيها دي. وطبعا ما نكترش في باقي الاكل خالص، كل حاجه كميه قليله كميه قليله، محدش بياكل. الاكل في رمضان بقى قليل جدا. تمام اوكي، زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا عايزين. الفرن سخن عندي على طول، هندخل فيها الايه، لو في وقت احكي لكم حدوته احكي لكم حدوته. لا عندي حواديت يا اخويا قد كده. نص حدوته. طيب كان في قصه قريتها كده لذيذة قوي. هي بص، هو كل قصة أنا بحكيها أو بحب إن أنا أقراها إن أنا تطلع منها بحاجة معينة. فطبعا قصص رمضان حكيتها لكم قبل كده كتير قوي، وحوي يا وحوي والفانوس وكل ده حكينا كتير قبل كده. أنا عارفة إن في ناس ممكن تكون ما سمعتهاش، بس إيه يعني حكيناها كتير قوي قبل كده. فقلنا أعمل حاجة جديدة ليكم، يكون في وقت ممكن نحكي قصة بكون عارفه في رمضان، بيبقى الناس كلها بقى لسه نايمه وكده، محدش فاضي يتكلم في التليفون غير في الايام العاديه، ما بلحقش قصص، التليفونات شغاله كله بيتكلم، فبيبقى ايه ما فيش وقت ان انا احكي فيه قصص او حكايات يعني. فطبعا دلوقتي لا، احنا في رمضان وصاحيين بدري وقاعده فاضيه لوحدي كله نايم، ان شاء الله تشوفوا الاعاده وتسمعوا حدوته في الاعاده بقى ان شاء الله. ف الايه الحدوته بقى دي اسمها ايه؟ معلقه الزيت. معلقه الزيت دي يعني ايه؟ بناخد يعني القصه كلها بتدور حول معلقه زيت بس. ايه اللي بنستفيده من القصه دي؟ اقول لكم في الاخر، في اخر الحدوته. هو كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان زمان في ملك. الملك ده كان عنده واحد بيشتغل عنده، وزير او حاجه كبيره، رتبه كبيره يعني، وعايش برده كويس ومبسوط وكل حاجه. بس كان دايما مش راضي، ودايما متضايق، ودايما زعلان، ودايما قرفان، ودايما مفيش حاجه عاجباه. فالملك فقال الوزير بتاعه، قال له مال الراجل اللي هو الوظيفه بتاعته الثانيه دي، ماله ده؟ ايه ماله على طول؟ ليه زعلان ومتضايق؟ هو مين مزعله؟ ايه اللي مضايقه؟ فقال له لا، هو على طول كده، هو على طول متضايق وزعلان وناعي هم الدنيا وكثير الشكوى، على طول يشتكي. استنى واخد دايما الصابون بس كده، لان انا ايه؟ نسيت البس جوانتي، شفتوا بقى؟ طيب خلاص. هطلع فاصل ولا اهو هطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض قطايف. هنعمل القطايف من اول العجينه عشان اللي ملحقش ينزل يجيب او ما زحمه بقى والكلام ده، فاحنا هنعملها في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، بكوبايتين ونص دقيق بس. كوبايتين ونص دقيق او كوبايتين، يعني ممكن تعملي زي انت عايزه، ان احنا بنتحكم فيها بالميه. فعندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق. هناخد معلقه سكر، معلقه خميره صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، ماشي؟ معلقه، ايوه تمام كده مظبوط المقادير معانا، بس هنقلل السكر شويه مش تبقى معلقه كبيره. خلاص، يبقى كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، وخليها معلقه صغيره سكر. هنحشيها بقى اي حاجه، انا زيت بجوز هند وسوداني، ده الراعي الرسمي بتاع البتاع بتاعنا احنا. خلاص بقى عندنا كل حاجه راعي رسمي. احنا عندنا القطايف ما نعرفلهاش غير ده. طبعا عايزين تحطوا بقى مكسرات، اي حاجه تانية عندكم، عايزين تحطوا تمر، عايزين تحطوا اي حاجه الهك. طبعا ما يكونش فيها بذره، اهم حاجه تشيل بذره منها وبعدين تعمليها. ففي حاجات كتير جدا ممكن نحشي بيها القطايف دي، ممكن جبنه موتريلا لو بتحبوها كده، في ملهاش طعم طبعا فهتبقى بتمط كده جوه القطايف، حاجات كتير جدا ممكن، بس اهم حاجه ان احنا نقفلها كويس جدا. تمام، فانا عملتها عاديه خالص، بحيث ان انا ممكن بعد كده اشكل لكم فيها ما تكون جايباها جاهزه. انا بس عشان هنعملها من اول العجينه، فقلت خلاص اي حشوه العادي عندنا احنا ممكن نعمله، وهم عندنا نوع القطايف او عجينه القطايف اللي هنعملها مع بعض. فعندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، انا ممكن اعملهم في الخلاط، لو خلاط الكبير اعمليها فيها، ماشي؟ انا حتى ممكن امشي الكميه كلها، اعمل نصها الاول علشان تجري معايا بسهوله. بيكنج باودر،
هاخد نصه برضو. خميره، سكر، رشه سكر، ميه. تاخد حوالي كوبايتين ونص، بياخدوا حوالي كوبايتين ميه، حوالي كوبايتين ميه. ممكن ازود برضو تاني اشوف كده. اقلبها بس عشان الدقيق، بس دي اسهل طريقه بقى. الخلاط دي اسهل حاجه، زي ما بعمل الكريب كده والبانكيك بعملها في الخلاط، فده ممكن برضو بيسهل عليا قوي الشغل وما يكلكعش مني بقى واقعد اصفي والكلام ده. لا الخلاط بيضربها تماما بقى. بس كده تمام بقى بالشكل ده. بص القوام بتاعها خفيفه شويه، ما لما بتخمر بتتقل تاني، بوصل للقوام المناسب بتاعها. ماشي، انا بسخن ايه زيت وبسخن طبعا بسيبها لازم تخمر، هي فيها خميره. وديت فين العجينه؟ فين فين فين؟ اوعى تقولوا حاجه. اي اي لا لا لا، اي 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 لازم تخمر العجينه لازم. تمام، ابدا بقى. انا اجيب طاسه هدهنها بس اول مره زيت، بعد كده ما ادهنهاش تاني، بس اول طلعه بس كده هدهنها زيت، انما مش هدهنها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش انا اسفه. الزيت ده سخن فهطفي عليه على ما اخلص الايه. تمام اهي كده، وابدا بقى اعمل القطايف بطريقه سهله جدا. بص بص بتتقل ازاي بقى بعد ما بعمل ال اهي كده، بتتقل شويه بعد ما بتخمر بتتقل بالشكل ده. وفي علمك بقى انا عايز اقول لك ان كوبايه دي الواحده تعملي، او كوبايه وربع نص الكميه اللي انا عاملاها دي، بتعمل لك حبه حلوين قوي مش قليلين. ابدا بالمعلقه بقى كده عشان لو انا عايزاه، طبعا حسب اللي انا بدلق بيه بيديني الحجم اللي انا عايزاه. عايزاها عصافيري بعمل اصغر، عايزاها عاديه بعمل حجم المعلقه ايه اكبر. دي ممكن كده اخدها معلقتين عشان تديني الكبيره المعقوله. ماشي، نرجع للحدوته بتاعتنا. لما الملك بقى سال الوزير بتاعه وقال له هو ماله بقى الراجل ده ليه زعلان كده وقرفان على طول، مع ان هو شغال كويس وبيقبض كويس، ليه زعلان وناعي الهم كده؟ فقال له هو على طول هو كثير الشكوى، وعلى طول متضايق، وعلى طول مش عاجبه حاجه، وعلى طول متذمر، ومش حامد ربنا ابدا. فراح ناده قال له طب خلاص ناديهولي. راح ناده وراح قال له ايه، جايب معلقه كده زي دي وقال له وحط فيها زيت وقال له لفلي القصر كله وتعالى وريني معلقه الزيت دي ما تكونش اتدلقت، حافظ على معلقه الزيت ما تتدلقش منها حاجه. راح ايه حط له الزيت في المعلقه ومشي بيها وراح قاعد يلف. ولما جه قال له اه قول لي بقى شفت ايه؟ شفت ايه بقى من جمال اللي حوالين القصر؟ شفت ايه من الجنينه؟ شفت ايه من التحف؟ يقول له ما شفتش. شفت ايه الورد الحلو اللي في اخر الجنينه؟ قال له ما شفتش. شفت ايه طيب التحف اللي انا حاططها ورا؟ ما شفتش. قعد يساله على حاجات كتير جدا وهو يقول له ايه؟ ما شفتش ما شفتش ما شفتش. فقال له ليه ما شفتش؟ قال انا كنت مركز في معلقه الزيت اللي في ايديا عشان ما تتدلقش. قال له اهي معلقه الزيت دي هي الهم الصغير اللي، قال له طب سيب المعلقه، هقول لكم بعد كده بقى، سيب المعلقه دي وروح لف كده واتفرج
ووريني، او خد المعلقه معاك برضه عشان يشوف برضه، بس يعني مش مشكله، انا عايزاك تتفرج شوف كده الحاجات الحلوه الكتير قوي اللي انا عاملها في القصر من ورا، وشوف الجنينه وشوف كل التحف وشوف كل الحاجات اللي انا حاططها ورا في الجنينه. بص انا عايز اوريكم هنا، اول ما بقلبش القطايف ما بتتقلبش، يا دوبك كده بيستوي بالشكل ده اهو كده، اللون الابيض ده بيروح بيديكوا اللون السوى ده خلاص تمام. فراح بقى ايه عامل ايه، راح رايح الراجل ويتفرج بقى على الحاجات الحلوه بقى ونعم ربنا الايه الموجوده في القصر من ورا. وجه ومعلقه الزيت كانت ايه، كانت فضيت، قال له الله فين الزيت، قال له ما هو وقع، عشان انا كنت ملخوم في ايه، في ان انا بتفرج على الحاجات الحلوه التحف اللي كانت عندك ورا دي. قال له بقى اتعلم بقى من دي ايه، ان معلقه الزيت دي كانت همك اللي انت واخد بالك منه قوي، وهم صغير قد كده، وسايب نعم ربنا الكبيره دي كلها انت مش واخد بالك منها. فانت عندك نعم لا تحصى، مش واخد بالك ان انت عندك اولاد وعندك صحه وعندك 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 مشكله صغننه قد كده هي اللي مقرقه عليك حياتك. فطبعا دي بنتعلم منها هذا الموضوع، ماشي، ان احنا نحمد ربنا دايما على النعم اللي بيديها لنا، وما نبصش تحت رجلينا، وما نبصش للمشكله الصغيره اللي احنا فيها وسايبين نعم ربنا دي كلها. طب ما ممكن المشكله دي نقذاك من حاجات تانية كتير قوي، ما تركزش فيها، هي هتلاقيها لوحدها ايه اتحلت ان شاء الله على خير. ادي كده خلاص سبت القطايف بقى، عملت قطايف في بيتنا في منتهى السهوله، وحبه عجينه صغننين، ولا تقفوا بقى ايه تزحموا عند الراجل بتاع الكنافه ولا حاجه، على طول بتكون خلاص يا دوبك تهدى بسيط خالص، وابدا ان انا ايه احشيها. اطلع بقى فاصل طيب، بس هوريكم احشي بس واحده، بس مش عايزاها تبقى ايه، بصوا النار شكلها حلو ازاي، بصوا اللون ده، يا اللون ده عايزينها اغمق اعملوها غامقه ولا حاجه. بعد كده ابدا بقى احشيها، عايزه اعمل خلطه اهو هتشوف اهو اللون اهو عايزينه كده ماشي، عايزينه اغمق ماشي، مفيش هيطلع اغمق، لا ده كله طلع ابيض حلو برده، ما يجراش حاجه جدا ان انا كده كده عايزه احمره. واحط شويه زبيب، شويه جوز هند، اي حاجه انا عايزاها، عايزه تحطي زبيب وجوز هند بس، عايزه تحطي سوداني بس، واقفل عليها كده وبالشكل ده خلاص انا عملت القطايف بتاعتي حلوه جدا جدا ما شاء الله. وطبعا في برده بيحطوا عليها معلقه لبن بودره في العجينه، فممكن تحطيها برده حلوه. انا عملتها بالطريقه البسيطه خالص، ما كترش زبيب عشان الزبيب بينفش ممكن ايه يفرقع لي القطفيايه بتاعتي تمام كده بس. واروح بقى محمره في الزيت وخلاص على كده اهو، حتى كده احطها معاكم دلوقتي اهو عشان تبقى مشيله معانا كل الوصفات. انا بقى هكمل دول دلوقتي، اعمل حبه كده صغننين تشوفوهم معايا بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض الزبادي. امبارح عملنا مع بعض الفول ودمسنا الفول وطلع تحفه تحفه تحفه، ان شاء الله يعجبكم جدا. ويا ريت اللي جرب برده يبعت ويقول لي الاخبار ايه معاه بالطريقه اللي احنا عملناها، بسيطه خالص بس ان شاء الله يعني ينجح معاكم ويطلع زي الفل ان شاء الله على خير. الزبادي بقى البيتي اللي سالنا عليها كتير جدا، لان هي طبعا موفره قوي بالنسبه لاي حد يعني بيعمل الزبادي، ارخص كتير ما يشتريه، والدنيا حر اصلا، فان شاء الله هينجح معاكم من غير اي حاجه. يعني مثلا ده بيتعمل امتى؟ وقته لما تكوني بعد ما خلصتي الفطار بتاع الاكل خلاص، خلصتي وتكون الفرن مشغله الفرن قبل كده، او لو ما شغلتش مثلا هعمل الكفته دلوقتي حاط في الفرن، اكون بقى مجهز الزبادي تمام كده، واروح مطلعه وطافيه الفرن واستنى عليه سنه يهدى، سن يعني مفيش 3 4 دقايق يهدى بعد ما طفيته، واروح مدخله حاطه الطواجن دي في صينيه ومدخلاها في الفرن وهو مطفي، وهو مطفي بس سخن، يطلع معاكم على السحور زي الفل ان شاء الله على خير تمام. يبقى انا كده مثلا هجيب صينيه زي دي كده، انا دلوقتي مولعه الفرن، انا مولعه الفرن بتاعي عشان ما اقعدش اشيل الحاجه وهي ايه مليانه. عارفين في الشتاء ممكن يقولك لا يعني عايزه لازم مكنه زبادي، ايه رايكم في القلل دي؟ صحيح ما قلتليش ايه رايكم في القلل، المهزه ده انا شاريها بنفسي قلت بقى الحر، بس محتاجه بقى ايه يعني حاجه تحتيها فيها ميه. نعم قول لبن خمران، يعني اول علبه، بيقول لي اول علبه زبادي اتعملت ازاي، عادي اللبن بيروب
لازم تفهم الموضوع يعني، فاهم ازاي؟ لازم ان انا بعمل مثلا لبن لو بته كده اهو هتلاقيه روب، تاني يوم بقى زبادي تمام. فهو نفس الحكايه بس عشان اساعد نفسي واعمله اسرع بروح ايه بس بعمل كوش مغلي اللي بقول اللي بكلمك عليه ده، كوش مغلي ده بقى مغلي لبن مغلي عادي خالص ماشي، ومعاه معلقتين زبادي كبار. باخد المعلقتين دول، احنا كنا اول بنعملها بعلبه وبعدين لقيناها ايه، لقينا حد بقى عمال يحكي لنا وقلنا لا بتوع لبن اصلا يعني بنعمل معلقه واحده بس كمان، قلت لا يعني خليهم مضمون معلقتين، هما بيعملوا معلقه واحده يكون عندهم خماره عندهم حاجات كده، احنا معلقتين على قد عشان ده اللي بيخليه لما يزيد في الثلاجه يعمل ميه، لما يقعد فتره اطول في الثلاجه بيعمل ميه، انما الزبادي القليل لا بيبقى ايه كويس تمام. بمسك بقى معلقتين، انا قلت لكم معلقتين، هو بيحط معلقه واحده بس انا حاطه معلقتين عشان خلينا في الوسط، كنت الاول بحط العلبه بحالها، كنت الاول بحط العلبه على الكيلو، فالعلبه دي لازم تكون ايه قديمه سنه يعني مثلا من امبارح، بس ما تكونش محدقه او ما تكونش مزده ليه يعني دوقيها الاول، جبتها مثلا بتاعت امبارح بس طعمها حلو ما فيهاش مزازه، لان المزازه دي هتخلي كل اللي احنا طالع مننا جديد مزز برده. خلاص بص انا عملته ناعم خالص كده، هبدا احط لبن، شويه لبن عليها كده، لبن مغلي ودافي دافي يعني يا دوبك ايه سن الدفيان كده ما تلسعش تمام، واقلب فيه ده كده. لو عايز تعمليه في الخلاط اعمليه في الخلاط، حطي كيلو اللبن وعليه معلقتين الزبادي هتلاقيها على طول ايه بقت حلوه قوي معاها، مش عايزه توسخي الخلاط وعايزه تعملي زي ما احنا بنعمل كده اعملي اللي يريحك. طبعا ممكن اعمل في الزبادي دي وتعمل فيها حلو قوي برده او في العاديه البلدي دي، بس انا قلت اعملها في البلدي احسن ماشي كشكل تقليدي يعني، انما ممكن نعملها باي كوبايات عندنا باي حاجه تمام. وهروح بقى كده واخده اللبن دافي مغلي ومركون شويه دافي وايه اعمل فيه الحركات دي، معلقتين الزبادي وانزل كده هنا وابدا اقلب، عشان الزبادي يختلط بكل الايه بكل اللبن. ماشي اطلع بس الكفته هي كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بص حط في البوتاجاز بقى كده، حط في الفرن تلات اربع دقايق، تلات اربع دقايق. واجي هنا بقى ايه اللبن اللي انا حاطه له معلقتين الزبادي اللي دوبتهم حلو قوي، ابدا اصبه ما انا عايزه طرطش فعلا عشان يعمل وش ده الرغاوي دي بتفضل ثابته كده تعمل زي القشطه، فممكن احطها في براد مثلا او احطها في حاجه بس هي مش نافعه معايا هنا خايفه اوقع. معلقتين الزبادي هيعمل لك كل اللبن زبادي. وبعدين حاجه مهمه كمان، طبعا انا دلوقتي انا هعمل زبادي اهو فهيتفضل ايه عايزه بكره اعمل زبادي، هاخد من بتاعتي عادي اللي انا عاملاها النهارده دي معلقتين واعمل برده خلاص. يجي بقى بعد بكره برده هعمل من اللي انا عاملاه اللي انا عملته نفس اليوم ورحت ايه تاني يعني اللي عملته النهارده واروح عامله برده منه بتاع بعد بكره. اجي بعد بقى بعد بكره ما اعملش كده، لازم اشتري واحده من بره. هو كده يقول لك اللبن ما يتعملش منه كذا مره من الخميره بتاعته، فعلا انا كنت بقى بغلط في الحكايه دي كتير جدا، اجي فعلا واقول يا ده خلاص ده غصب مني انا مش عارفه اعمل. اتريها بقى في صديقه كلمتني كده برده من عندها طبعا بشكرها جدا، قالت لي معلومات هايله جدا جدا جدا، عندها محل لبن وقالت لي احنا بنعمل كذا كذا وقالت لي احنا بنحط معلقه واحده على الكيلو والكلام ده كله، بس هم عندهم خمره عشان كده انا ما رضيتش ان انا اعمل زيها بالظبط. وقالت بقى ان لازم ان احنا نعمل الزبادي ده من خميرته مرتين بس، الثالثه لازم اشتري علبه من بره واخد منها معلقه خلاص كده او معلقتين زي ما احنا بنعملها كده.
خلاص كده انا كده عملت الكفته خلاص. ههويه ثواني عشان انا مش عايزه اسلق الزبادي. حاضر، واروح حاطه بقى الزبادي ده كده في الفرن السخن المطفي، في الفرن السخن المطفي على شبكه كده، وهسيبه هقفل عليه واسيبه للسحور. محركوش محركوش، هتلاقوه بقى احلى زبادي كلتوه ان شاء الله على خير. اطلع فاصل واقول لكم عملنا ايه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هقول لكم عملنا ايه مع بعض من الاول للاخر. طبعا الزبادي اهو ده المعموم من امبارح، وانا ان شاء الله ان شاء الله يعني هنحافظ على الزبادي اللي جوه ده، اوريه لكم بكره ان شاء الله. ماشي، اشوفكم بقى شكله ايه يعني. عملنا مع بعض ايه النهارده؟ النهارده ده منيو النهارده اللي عملناه مع بعض. عملت ملوخيه، عملت كفته، عملت قطايف، شوربه، سلطه، كركديه النهارده طبعا مع البلح الاساسي والزبادي طبعا. اول حاجه عملناها الملوخيه مع بعض، ملوخيه خضراء. طحناها كويس قوي، فرمناها او عملتيها بالمخرطه زي ما انت عايزه. بحط الملوخيه الاول في الحله، وبعدين اصب عليها الشوربه شويه شويه لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بعد كده بحط لها معلقه صغيره من الثوم المفروم الني جوه الملوخيه اللي انا حطاها في الشوربه، وبعدين بروح حاطه عامله الطشه، الطشه دي العاديه جدا اللي هي نص معلقه من السمنه على معلقه كبيره من الثوم المفروم مع شويه ملح صغيرين من المفروم، لازم بحط معاه ملح. وبعدين اسخنه واحط عليه الكزبره الناشفه واقلب لغايه الثوم متحمر، واروح طشاها على الملوخيه واقلبها، ويا دوبك هتغلي غلوه واروح شايلها من على النار ومغطيهاش. تمام كده. عملنا بعد كده الكفته، كان معانا خلطه كنور، كفته كنور الخلطه بتاعتها كيس كده، كيس ده بحطه على نص كيلو من اللحمه، وحطيت معاه شويه بقدونس صغيرين، ومش عايزه بقدونس مش مشكله، هو الكيس ده بيقضي كل حاجه وبيخلي ريحتها ما شاء الله يعني بصراحه تحفه جدا، وماسكه نفسها وطريه مش منفتفته. بصوا عامله ازاي، ماسكه نفسها وطريه. انا عايزه افتح لكم واحده عشان تشوفوها من جوه اهي. بصوا ما عليهاش اي اضافات خالص غير كيس كنور خلطه الكفته. تمام، صبعتها حطيت عليها، حطيت عليها شويه بقدونس بس مش عايزه بلاش زي ما قلت لك. عملت الاول بس طماطمايه كده مع بصلايه وفردتهم في الصينيه، وبعدين صبعت عليها الكفته ودخلتها الفرن. تطلع معاكي بقى صوص مع الكفته المشويه بالشكل ده، ان شاء الله يعجبك جدا بقى مع رز ابيض او مع عيش، الاثنين حلوين قوي. عملنا على كده القطايف بقى، عجينه القطايف، عجينة القطايف عملناها وبعدين عملنا القطايف. عجينة القطايف دي كانت عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من السكر ورشة الملح، وعجنتهم بالمية لغاية ما وصلت للقوام المناسب اللي أنا عايزاه. سبتها تخمر، وبعدين بالمعلقة كده سويتها في الطاسة، حشيتها بجوز هند وزبيب وسوداني، وبعدين قليتها في الزيت وحطها في الشربات اللي احنا عاملينه قبل كده مع بعض، والشربات يكون بارد وبقى بالشكل ده. بس كده، ده كل اللي عملناه النهارده. الزبادي بقى، الزبادي قلنا كيلو لبن بغلي وسبناه بقى دافي خالص، حطيت عليه جبت معلقتين من الزبادي من اي علبه بره من عند اللبان تكون بايته بس مش مزه، وبعدين نعمتها قوي، حطيت عليها شويه لبن وقلبتها، دوبت فيها معلقتين اللبن دول، ورحت صباهم في كيلو اللبن وقلبته كويس قوي، وبعدين وزعته في الطواجن او في كوبايات او في سلاطين او في اي حاجه عندك. ده كان الفرن سخن وطفيته، وبعدين رحت حطاهم في صينيه ومدخلاهم واسيبهم بقى لغايه السحور، ان شاء الله تاكليهم بالهنا والشفاء. وقدمي معاهم بقى شوربه سبع عصفور، قدمي سلطه خضراء، قدمي شوربه مشروب الكركديه. النهارده كل يوم كده ننوع مع بعض، افكركم هنعمل ايه. وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، الى اللقاء.
Thank you.